اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم من جديد في حلقه جديده من برنامج شاهد والشواهد، وضيفي وضيفكم في هذا المشوار الكاتب والشاعر العراقي المعروف مكي نزال. في الحلقات السابقه كنا نتحدث عن الفلوجه، الفلوجه لم نغادرها ولم تغادرنا في هذا الحديث. حديث شيق عن تاريخ الفلوجه، عن طبيعه هذه المدينه العراقيه الباسله التي أعطت الكثير من التألق للعراق وأعطت الكثير من الأمثولات طوال تاريخها في مقارعتها المستعمرين، في عنادها وقوفاً مع الحق ضد الباطل، في الحياة الطبيعية التي يعني عاشها ضيفنا وضيفكم الشاهد على هذه الفترة، على حياته فيها اللي عاش فيها ودرس فيها الأستاذ مكي نزال. دعوني أرحب يعني بضيفي وضيفكم الآن الأستاذ مكي نزال. أهلا ومرحبا بك أستاذ مكي، ضيفا كريما معنا في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد. أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله فيكم. حياكم الله. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن ذهابكم إلى بريطانيا بعد دراستكم الثانوية ودراستكم اللغة البريطانية الإنجليزية عفوا، وعودتكم إلى العراق في عام 1980، وكانت مدينة الفلوجة قد لبست نطاقها، يعني نطاق الحرب مثل باقي المدن العراقية، اللي العراق كان قد يعني عاش مرحلة صعبة جدا ولها ما لها من أحداث، هي مرحلة الحرب العراقية الإيرانية، 8 سنوات من القتال ضد عدو شرس كان يحاول أن يحتل العراق، أن يمزق العراق، ويعني حصل على ذلك فيما بعد، بعد احتلال العراق عام 2003 لحد الآن. كيف تصف لي تلك الفترة، عودتكم عام 1980، كيف وجدت الفلوجة في تلك الفترة؟ هل وجدتها مدينة غير ما تركتها عام 75؟ كانت يعني الحياة في عام 1975 كانت طلع إلى البناء والإعمار كانت الأحلام مختلفة، التوجهات مختلفة. في عام 1980 كانت حرب، الحرب لها طقوسها، لها ظروفها، لها مناخاتها. كيف وجدت الفلوجة في ذلك الوقت اللي هي جزء من العراق؟ نعم، وحقيقة آن الأوان لكي نقول أن الفلوجة جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. وكما قلت في بداية حديثي ربما في الحلقة الأولى، أن الفلوجة هي نموذج لعنفوان العراق، والعراق مشهور بعنفوانه ومقارعته للظلم أيضا، ولكن هناك بعض التميز في التاريخ لهذه المدينة. في لما ذهبت، الحقيقة أنا كنت أتردد غالبا أزور أهلي لمدة أسبوع أو كذا، فكنت أرى العمران المتصاعد وبشقيه الحكومي والأهلي. كانت هناك تنمية ذات عدة شعب، يعني المدينة معروفة بأنها تبني نفسها. يعني من المفارقات التي قد لا يصدقها البعض أن المدينة لم تعبد شوارعها حتى عام 93. كان التركيز على المدن التي كنا نسميها المتعبة في الجنوب والشمال، ولم نكن نشتكي كثيرا، كنا نرتب أمورنا. يعني في حينا، حي نزال، نحن قمنا بردمه بمادة السبيس وتعديله وحله، وكانت الأمور يعني تمشي بشكل طبيعي. عام 72 تحولنا من منطقة الجمهورية إلى حي نزال، وكان نموذجا، يعني أتحدث عنه لأنه كان نموذجا للبناء المدني 100% بعيدا عن الدولة. حي نزال. يعني نحن اشترينا من الذي ذكرته أيضا المرحوم حسن بيك قطعة أرض كبيرة جدا، وأفرزناها إلى قطع سكنية وبناها بأسعار تعاونية جدا، يعني بدينار وربع في الشهر بعضها. والناس صارت تبني، بعضهم أجر الدار للشركات، كان دور الدولة هو توفير العمل. نعم. فجاءوا بمعمل السمنت ومشروع الثرثار،
وبعض المشاريع التي تنعش العمالة وتقضي على البطالة. وبذلك ترى أهل المدينة تحزموا لهذا الإعمار. لما عدت الحقيقة لم أعد عشوائيا، أنا كنت أستمتع بعد دراستي، واتصل بي الإخوان في السفارة ومشكورين، قالوا إن كنت قد أنهيت عملك فارجع للعراق. يوم 4/9 بدأت الحرب، ولكن في الغرب لم تكن هناك كلمة في الإعلام عن حرب عراقية إيرانية. فيوم 9 أو 19، لا أذكر الحقيقة بدقة، عدت 19/9/1980، أخبروني أن هناك أمرا ما في العراق، وإذا كنت قد انتهيت ولا تريد أن تبقى فننصحك بالعودة. وسهلوا لي ذلك ببطاقة طائرة، وقضية كانت يعني هناك تعاون مع بيني وبين ملحقية ثقافية، وعدت إلى العراق. سمعت بخبر الحرب من سائق التاكسي الذي أوصلني للفلوجة، لم أخبر أهلي أني عاد، كنت أحب أن أفاجئ والدي. يعني لم تكن تعلم أن الحرب قد نشبت بين العراق؟ أبدا. قالوا أن هناك أمرا ما، يعني وحذروني أنك إذا عدت ربما لن تستطيع العودة إلى لندن إلى بريطانيا. فقلت أنا لن أعود بكل الأحوال. فالوضع كان حرب، كنا نتوقع أمورا أخرى أسوأ من مما حصل، كنا نتوقع الكثير الحقيقة. يعني كان الغرب يتحدث بالحرب الأهلية وما إلى ذلك، فعودتي كانت مؤسسة على أن دورا ما يجب أن يكون لي في وطني. مهما كان صغيرا، لكني لن أهرب من هذه المواجهة. تبين أنها حرب مع إيران، وحصلت فرصة أن أسافر مرة أخرى. قلت يعني من باب الواجب ومن باب العيب أن أترك وطني بهذه الحالة وأسافر، وفعلا لم أسافر حتى انتهت الحرب. وكنت صناعيا، والدولة تعطيني مجالا أن أسافر. فبعد أن وضعت الحرب أوزارها وسرحنا من الخدمة سافرت. المدينة أيضا نعود أنها جزء من هذا الوطن الذي تأهب لمواجهة قد تطول، مع أننا كنا نظن أنها 6 أشهر أو سنة، ولكن تحملت المدينة واجبها ومسؤوليتها كما تحملت المدن العراقية. اللافت للنظر هو عدد من تطوعوا ولم يجدوا الفرصة للذهاب، لم يكن هناك جيش شعبي مثلا، فشكروا من المسؤولين وقالوا أنت يعني يأتي دورك بالخدمة العسكرية وتنخرط، لا نقبل المتطوعين الآن. نقطة فاتتنا الحقيقة تحضرني الآن، هي حرب تشرين في 73. كغيرها من المركبات على الدبابة أن تمر من الفلوجة، كان طريق الفلوجة هو الطريق اللي يمر بيه الجيش، وكان عرسا جماهيريا هائلا في هذه المدينة. البعض يأتي بالكباب، الفلوجة مشهورة كما تعلم بالكباب، والبعض يأتي بالفاكهة، والبعض يأتي بالماء المعبأ بجالونات للجنود، مع أنهم تموينهم كان جيد، لكن إكراما. والأجمل من ذلك هي الهلاهل، الزغاريد، النساء، والحلوى التي نثرت على رؤوس هؤلاء الجنود. يعني شحن معنوي، وكأن دائرة التوجيه السياسي والمعنوي كانت هناك، ولكن هي الحقيقة كانت مبادرة شعبية وأفراد خرجنا بدون تخطيط أبدا، بدون تخطيط. خرجنا أفراد وأصبحنا جماعة. وعلى طول الطريق هذا العرس الذي لا أنساه، يعني كان عمري 16 سنة ولست صغيرا. وهكذا لما كانت الحرب العراقية الإيرانية، أنا اشتركت لفترة بالجيش الشعبي
في قاطع الشمال حقيقة كان التوديع مهولا، يعني النساء في الحلابسة والبعلوان و أنت تطوعت ولم تكن بعثيا، يعني نعم كانوا يقولون الجيش الشعبي بعثيا. ذهبت مع أول قاطع جيش شعبي قبل تطوع المستقلين في عام 82، كنت لم ألتحق بالخدمة العسكرية لأسباب صحية، ثم التحقت بالخدمة العسكرية لكني الحقيقة لم أذهب إلى الجبهة، يعني كانت في نهاياتها الحرب. فالمهم أن هذه المدينة يعني موقفها، ويذكرني أيضا بحرب 67 مع أن عمري كان 10 سنوات، كان الهتاف تجمع الناس عند أعتقد عند جامع الصديق وهتفوا أنه خذونا إلى الجبهة، أخذونا إلى الجبهة نقاتل. هذا حفظته هذا المشهد المهيب، وفعلا كان هناك متطوعين مع إخواننا الفلسطينيين في جبهة التحرير العربية وغيرها على مدى السنين، ويعيدنا ذلك أيضا إلى حرب 48 التي أيضا مر ضباطها وجنودها من الفلوجة، وبعضهم ذكرها في مذكراته، وأيضا كان الوداع، لكن في ذلك الوقت كان وجهاء وكبار السن والشباب في وداع الجيش آنذاك. فهذا هو التاريخ فيما يخص هذه الفقرة، يعني فقرة الحروب. وطبعا حملت الفلوجة عبئا ثقيلا، من خيرة شبابها دفعت شهداء وجرحى، ولكن الغريب أن العمران استمر فيها بجهود مدنية. الدولة شغلت، توقف العمران في ربما عام 83، يعني الدولة أيضا استمرت في البناء للسنتين أو الثلاثة الأولى، شقق سكنية وامتلأ العراق بها، والمرور السريع والقطار وما إلى ذلك. لكن في النهاية حصل أن تتوقف الدولة، ولكن الأمران في الفلوجة لم يتوقف. تقصد يعني تمويلا وعملا يعني أهلي ذاتي قطاع خاص؟ نعم، هذا يعني المصالح. أهل الفلوجة هم الذين يمولون وهم الذين يبنون؟ التنمية الصناعية في الفلوجة كان مفضلا، التنمية الصناعية تخيرك، لأن بغداد لم يعد فيها مجال للمصانع. نعم. فتخير أهالي بغداد والراغبين في التأسيس في بغداد بين الفلوجة ومدن أخرى. 99% من هؤلاء فضلوا الفلوجة واختاروا الفلوجة، وصاروا يقولون نحن عندنا مصنع في الفلوجة، يعني كانتساب فرعي للمدينة، ونحن نفخر بهم الحقيقة. وناس من كل العراق كان عندنا. ما طبيعة هذه المصانع كانت؟ يعني كل شيء تقريبا، مصانع مدنية، أبواب وشبابيك، بلاستيك، كتل كونكريتية، صب جاهز، ثلج، كل شيء يحتاجه المواطن. والحي الصناعي هو أكبر حي صناعي في المحافظة. هذه حركت الحياة الاقتصادية والمعيشية في الفلوجة بشكل ولذلك كبير. ولذلك مؤخرا يعني يحاربون الحي الصناعي لكي يقتلوا المدينة، ولكن في النهاية المدينة تبني نفسها وتبني نفسها وتبني نفسها، وبفضل الله سبحانه وتعالى ظلت حملة الإعمار المدنية في الفلوجة، المحلات تزدهر، المقاهي منذ السبعينات تحولت إلى وكالات لبيع الثلاجات والمجمدات والطباخات والعدد الدقيقة والساعات وما إلى ذلك. اختلف وجه المدينة إلى وجه اقتصادي متطور جدا، وأظن هذا كان سببا مقنعا للأمريكان أن يسحقوا هذه المدينة، وفوجئوا أيضا مرة أخرى، ولو أننا نخرج في التاريخ قليلا، أن المدينة في 2004 بعد أن سحقوها سحقا بعد أشهر كنت ترى الفلوجة مبنية من جديد. نعم،
وسنتحدث عن هذا إن شاء الله، لكني في هذا الإطار يعني تحدثني عن أن وجه الفلوجة قد تغير، لم تعد فيها مقاهي، الناس منشغلة في العمل وفي الدراسة وفي الدراسة وفي العبادة، وكانت لديها الجوامع الكثيرة ولديها المدارس الكثيرة ولديها مصانع، مدينة متكاملة كانت تبدو وفي حركة ليل نهار. بقي العدد المعقول من المقاهي، العراق في الستينيات أصبح كله مقاهي، نعم الشاي رخيص والناس في بطالة وتشكي همومها، الناس في بطالة ويجلسون في المقهى أين يذهب، يعني الشاي بخمسة فلوس ثم أصبح بعشرة فلوس. نعم. ثم بقي عدد معقول من المقاهي بعد العمل يجلس فيه الناس، وبقيت مقاهي العمال الوافدين، أما مثلي ومثلك لم يعد له مجال أن يجلس في المقهى إلا نادرا. فوجه المجتمع تغير إلى مجتمع عمل، وجه المجتمع تغير إلى مجتمع عامل، نعم، بدل مجتمع عاطل وهم قوم أهل بناء. يعني كثير من العمال أصبحوا مقاولين، هذا جزء آخر من هذه المدينة. وتوسعت المدينة أيضا، امتدت على مساحة أكبر، لم نستورد مقاولين من بغداد. نعم. المتطورة، البناء أصبح مقاولا، نعم، ومساعده أصبح بناء، والعامل أصبح مساعدا، وهكذا تطور سريع وحقيقة مرعب في تطور العمالة، وكأننا في مدارس لتعليم وتخريج العمال المهنيين. نعم. لدينا في المصانع، أنا أيضا كنت أملك بعض المصانع القليلة، يأتي العامل من مصر مثلا ويشتغل معه عراقي ويتعلم المصلحة منه بشهر أو أقل. يعني كنا أيضا بدراية أو دون دراية ندرب أبناءنا على أعمال جديدة وعلى خبرات وتقنيات جديدة. وربما أيضا أستاذ مكي كان انشغال أغلب أولاد الفلوجة، أولاد العراق، شبابهم أقصد، في الحرب. نعم. أيضا هذا ترك فراغ، يعني ولكن لما انتهت الحرب، نعم، عاد الناس وصاروا يتعلمون المصالح، وفعلا لما خرج المصريون مثلا من العراق خوفا من الحرب في عام 91، أخذ مكانهم العراقيون ولم تتوقف عجلة الحياة. فهذا من جمال، وطبعا على ذكر المصريين أيضا حين يذكرون الفلوجة يبكون ويقولون هذه المدينة الخيرة التي احترمنا أهلها. نعم. يعني لم يكن هناك أنك عامل ووافد كما في بعض الدول. تمام. أنت عامل محترم ومقدر وتأخذ أجورك وتأخذ فوقها إكرامية ويكرمك الناس ولك أصدقاء. يعني لست معزولا بمجتمعك. العامل الوافد هو جزء من هذا المجتمع، مع مراعاة أنه وجوده مؤقت، لكن يعيش كما يعيش غيره في هذه المدينة دون عوائق. كنت قد سألتك أستاذ مكي، المدينة توسعت أيضا. نعم. كان بسبب الإعمار هذا الذي تحدثني عنه، بسبب المشاريع، بسبب حاجة إلى يعني يد صناعية، الدخل أكيد، مستوى الدخل، مستوى المعيشة ارتفع أيضا، ودفاع المدينة إلى تمدد أكثر، أحياء جديدة ظهرت. دعني أسردها بطريقة شبه قصصية. يعني. نعم. فلوجة كانت قريبة من النهر. نعم. والدي اشترى قطعة أرض قرب جامع الفاروق، فقالوا يا أستاذ نزال أتعيش قرب المقابر؟ قال هؤلاء لا يؤذون أحدا، الأذى من الأحياء. منطقة جميلة ومفتوحة كانت. الآن هذا المكان في صميم السوق الذي كنا نسكن فيه، ثم تحول بعد ذلك إلى حي الجمهورية، وحي الجمهورية معروف وموجود. ثم بنينا دارنا، يعني حي نزال الذي أنشأناه في 1969 بداية،
لماذا؟ لأن الإنجاب كثير، ولأن الخارجين من المدينة صاروا يعودون إليها وقد اكتست بهذه الصبغة العملية والاقتصادية. يعني أذكر أن أناسا عادوا من بريطانيا وغيرها لأنهم يعرفون أن مدينتهم صار فيها أعمال وأرباح، فلماذا يفني شبابه سائقا لسيارة أجرة في لندن وكذا؟ يعني أناس أعرفهم. والتوسع في والإنجاب زائلا، تعرف أن النظام زمان يعني بيت صغير فيه 4 عوائل أصبح في إمكانهم، وخصوصا أن الدولة أعطتهم قروضا عقارية، فيشتري القطعة منا أو من يعني عموما منا كانت في تلك المرحلة، لأن الجمعيات محدودة على أناس معينين. الوالد أيضا أنشأ حي المعلمين في حينه، وزعوا على المعلمين، ولكن كان لديه جمعية؟ نعم، كان مسؤولا عن جمعية الإسكان أو جمعية النقابة أو كذا المعلمين. نعم. ثم حي نزال كمشروع تجاري، ولكن أدخل فيه العنصر الخيري، قال يعني لا تذبحوا الناس، بهذه العبارة لا تذبحون الناس، يعني تساهلوا بالبيع ستربحون، وإذا أراد الله أن يبارك. فكنا في بعض المناطق في الحي نبيع 300 متر ب51 دينار، هذا لا يوجد في أماكن أخرى في العراق حتى في الجمعيات، وتدفع 1.25 دينار في الشهر. مهما كان الإنسان فقيرا يستطيع أن يدفع 1.25 دينار، وبعضهم لم يدفع يعني مسامح لأسباب الحرب لاحقا وإلى بعض الأسباب لاحقا، ولكن المهم أصبح هذا الحي الكبير توسعا، ومقابله حي المعلمين، ثم توسعت إلى الأحياء العسكرية والحي الصناعي العملاق، وأصبحت المدينة المحاطة كما قلت بالنهر والسكة والمرور السريع تحاول أن تتوسع. يعني الغريب في مدينة الفلوجة أنها لم تشغل في الطرفين من النهر، في جانبي النهر، لا أدري لماذا الحكومات لم تسمح لهذه الأراضي الزراعية، ربما حفاظا على الحوض الزراعي، ولكن بدأ العمران يتقدم ويخرج عن حدود المدينة، لأنها أصبحت مدينة يعني تتسع لمليون وجزء من المليون مواطن، عدا من خرجوا خارج هذه الحدود البلدية. وعنوانها قضاء، عنوانها الإداري. نعم، في سنة 80 اقترح أن تكون محافظة، ولكن ظروف الحرب أجلت الموضوع، والآن لأسباب أخرى يقترحون أن تكون محافظة، ولكن يعني هذا ليس أوانه، هذا كان رأيي في الموضوع، وهي طبعا أكبر من كثير من المحافظات، يعني ربما القرمة أكبر من مركز محافظة كذا. نعم. ولكن يعني هذا لا يهم، هي مدينة يعني لها خدماتها، وكما قلت أهلها هم بالدرجة الأساس من يعني حتى لما تكون هناك مكرمة من الدولة كالقرض العقاري بدون فوائد، عرف الناس كيف يستثمرونه، لا كما في أماكن أخرى يعني يقول لك شيلي بالبيت أو يبني له دارا ويبيعه بربح 1000 دينار أو ما إلى ذلك. يعني تريد أن تقول لي أستاذ مكي أن أهل الفلوجة له تدبير؟ نعم، بكل تأكيد أهل تدبير وأهل تعمير وأهل همة عالية. يعني العائلة التي فيها ستة أفراد تجد كل واحد منهم يعمل، بحيث استطاعوا أن يبنوا لهم بيتا يحلم به التاجر. فكان بعض المارقين ليسوا من أبناء المدينة ولكن كانوا يترددون، يقول هذا لولا كونه مهربا كيف بنى هذا الدار، أنا ابن المدينة وأعرف أنهم عملوا ووفروا ودبروا، وأعرف مراحل بناء هذا الدار كيف وصلوا به، وهنيئا مريئا. يعني هنيئا لهم. أستاذ مكي نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذا الحديث الشيق. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم من جديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج شاهد وشواهد، وضيفي وضيفكم الأستاذ مكي نزال. أهلا ومرحبا بك أستاذ مكي مرة أخرى ضيفا كريما في قناة الرافدين. كنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني ما شهدته الفلوجة في الحرب العراقية الإيرانية، وهذه جزء من أحداث مرت بالعراق وكان لها بصمتها وتأثيرها على كل العراقيين وعلى كل المدن العراقية. ربما إذا انتقلنا إلى الحرب الأمريكية على العراق عام 91، أيضا الفلوجة كحال بقية مدن العراق كانت تحت القصف، كانت تحت هذا الرعب الذي اجتاح العراق في ذلك الوقت. أمريكا تعبر بجيوشها الأطلسي وتأتي بكل هذه الجيوش لتحارب بلدا صغيرا معها أكثر من 30 دولة من العالم، قدرات تسليحية عالية، استهدفوا العراق أكثر من 40 يوم من القصف. الفلوجة كما أذكر لقيت نصيبها من القصف أيضا، رغم أنه ليس فيها ما يستدعي ذلك، وربما بالحرب العراقية الإيرانية أيضا قصفت. فكنت تحدثني عن تلك الفترة وما بعدها، جاء الحصار الخانق والشديد، وبدأت عمليات الوضع الاقتصادي في هبوط، والناس كانت يعني في حال ضيق اقتصادي وقدرة معيشية كانت تنخفض، وبدأت عمليات الإغاثة. كيف تحدثني عن تلك الفترة؟ يعني نمر سريعا على القصف الإيراني لأنه لم يدم طويلا، يعني الدفاعات الجوية العراقية في بداية الحرب كانت لديهم طائرات وصقور البواسل أحرقوا كل طائراتهم كما سيحرق الله طائراتهم الآن إن شاء الله إن بعد شاء أن الله. تتخلى عنهم أمريكا وعن دعمهم. في 91 كانت هناك أحداث جسام يعني معروف للعالم، مجزرة ملجأ العامرية. نعم. وفي الفلوجة هناك مجزرة السوق. نعم. يعني حقيقة أنا لا أحب أن أتكلم بما لا أعلم، يعني لكن سؤالك وسؤالي لماذا؟ لماذا قصفتم السوق؟ حتى الجسور لماذا تقصفونها؟ يعني لم تكن هناك حركة عسكرية في الأنبار وفي الفلوجة لكي تخافوا أن، ولم تكن هناك قطاعات ربما تتحرك لمساعدة. كان العراق مراقب بأكثر من 5 أقمار صناعية، وكانت طائرات الأوكس في كل مكان ويعرفون التحركات كلها. وصاروا يتحدثون ببطولة الكاوبوي أنه رأى سيارة على جسر في الناصرية ولم يطلق صاروخه. ما أنت قتلت العشرات في سوق الفلوجة، يعني كانت مجزرة مروعة. لماذا قصفت السوق؟ كنت في الفلوجة في وقتها. نعم، وهرئنا إلى المكان وكنا نتحرك مجاميع مدنية في المدينة ونراقب ما يجري ونحذر من حركات مبطنة، لأنه أمريكا استغلت كما تعلم حركة بعض وكنا نحذر من، يعني حتى خاطبت أحدهم فقلت إذا كنت ثائرا فأنا معك، وإذا كنت مع إيران وأمريكا فاذهب إلى دارك لأني لست ضابط أمن ولن أبلغ عنك. فخجل وقال يعني كل المحافظات قامت. قلت المحافظات لها أهدافها، وأنا لا أستحي أن أقول أننا لم نشارك في عمليات ما يسمى بالانتفاضة، لأنها كانت الجمهور ربما منتفض، كأي جمهور من حقه أن ينتفض على نظام لا يريده، ولكن القيادات ثبت لنا أنها من خارج الحدود وهي التي استلمت السلطة لاحقا وأحرقت البلد بضمنه الجنوب. لما يحصل قصف يهرع الناس جميعا، يعني من كل محلة هناك عدد من الشباب إلى المكان ويقومون بأعمال الإغاثة والنجدة مع الإسعاف وغيره، والأطباء يتجندون ذاتيا بدون أي طلب لإسعاف الناس. كم مستشفى كانت في الفلوجة؟ هو مستشفى واحد، مستشفى الفلوجة العام، هذا العام عبر الجسر،
وهناك ما يسمى مستوصفات وعيادات شعبية، وكان الوضع جيدا إلى حد ما، إلى أن جاء الحصار، يعني الذي هو أسوأ من قصف السوق وقصف الجهة العامرية. يعني كان هذه الجريمة الكبرى النكراء التي يجب أن لا ينساها التاريخ، حصار بمعنى القتل والقتل العام الجماعي، مقابر جماعية في المستشفيات. صح أننا ندفنهم في مقابر، ولكن يموتون أمام عيوننا ولا نجد لهم الدواء. سوء التغذية، تلوث البيئة، تبين أنهم حين يقصفون باليورانيوم المنظم لكي يبقى أثر. يعني لماذا تريد أن تقتل هذا الشعب؟ لن أشرح، لأني سأفترض فقط أن هناك فداء عقائديا أو عنصريا ما بيننا وبينهم، مع أننا ذهبنا إليهم في معرض بغداد في 89، شاركوا وقلنا مرحبا بكم، والحكومة فتحت لهم أبواب العلاقة، ولكن كان المخطط أكبر من ذلك. فترة الحصار ما بعد القصف العدواني المجرم على العراق كله، يعني هنا بدأ يتبلور للناس دور جديد، وهو إغاثة من لا يستطيعون العيش في ظل الحصار، أو لنقل إكمال مستلزمات. بدأت المشاكل الاقتصادية والحياة، يعني مشاكل خانقة منذ بداية الحصار حقيقة، والحصار بدأ 89 غير معلن فقط من الكونغرس الأمريكي، ثم الأمم المجرمة في أعوام 90 و91 توالت قراراتها، نعم، بحجج يعني قتل فلان وتغيير فلان، وبالنهاية قتلوا شعبا بأكمله. كنا نوفر الدواء، ولا أنسى أن الأردن الشقيق كان مقرا، لأن العلاقة مع سوريا، طبعا سوريا الأسد مقطوعة، فكان الأردن الشقيق مركزا وممرا للمساعدات. فكانت تأتي ونبعث نأخذ كفاية المدينة، وهي مرسلة للمدينة، ونبعث لمدن أخرى. شكلتوا في تلك الفترة يعني جمعيات الإغاثة وماذا؟ وين كنت تعمل؟ الحقيقة هناك جمعية الحضرة المحمدية رسمية، ولكن نحن لم نشكل جمعيات رسمية. يعني كما قلت، كنا نتوقع أن ينتهي هذا، لا يعقل أن يحاصروك 13 عاما. ثم صرنا معروف أن فلان تأتيه مساعدات، يعني فرتب أموره على ذلك. والجميل في الأمر أن السيارة تأتي وتقف وتوزع دون تخزين، دفعا للشبهات، أنه إذا خزنها ربما صاحب الجمعية أو مجموعة الشباب، أنه ربما هناك فساد مالي أو كذا. فتأتي السيارة ويقف السائق أو صاحب الجمعية الذي جاء بها العربي الأردني عموما، ويقف هو يوزع بدلالة فرقنا. نقول هنا فقراء، هنا فقراء، هنا فقراء، وأحيانا يوزعون، يقول أنت لا تدري، ربما محتاجون وأنت لا تدري، يختار منطقة ويوزع لها كلها. فكان عونا، لا أقول أنه سد الحاجة، ولكنه كان عونا محترما ومعتبرا معنويا وماديا للعراقيين عموما والفلوجة خصوصا. والحقيقة أن المدينة عاشت حالة من الضنك، لأن الناس لم يعتادوا على أن يريد أن يعمل ولا يستطيع. مواد أولية لا توجد، العملة انهارت، فكانت سنين شاقة جدا على المدينة، وكان الجهد الخير لا يغطي حاجة المدينة، فعاشت سنينا من الضنك، حالها حال العراقيين. ربما الحركات الإغاثة هذه يعني أغنتها بعض الشيء، اختلفت عن العراق، ولكن عموما كانت المعيشة في حالة من الضنك الشديد.
يعني كنتم يعني تلمسون انه يعني بالتأكيد هناك بطالة، بدأت هناك توقف المشاريع الصناعية العمل يعني ربما بهذا الاتجاه، وبدأت يعني القدرة على تحصيل مورد مالي لكي تعين نفس العوائل كان قد توقف. يعني هل كانت المساعدة الداخلية تأتي من عموم العراقيين أم كانت كلها من الخارج؟ الحقيقة معظمها الداخلية كانت تذهب، يعني أنت تبعث لأقاربك، لأن هذا شيء شرعي، يعني أنت تبعث لأخيك ثم ابن عمك ثم، وهذا أيضا كان يغني بعض الشيء. هناك من لهم ناس في خارج العراق، ابنهم أو كذا يعمل. لا تنسى أن الحصة التموينية على سوء بعض فقراتها في فترة معينة نتيجة كانت تغني. الأعصار نعم كانت تسد بعض الشيء. فإذا أتتك $50 من الخارج تعيش، نقول تعيش ملكا. لماذا؟ لأن السوق رخيصة، الدولة لم تحمل ضرائب وكذا لكي يكون نعم لها موارد، فتركت السوق مفتوحة. فلما تأتي مواد ترى أن أسعارها رخيصة جدا قياسا بالدول المحيطة، وبذلك تستطيع أن تشتري. يعني حصلت أخطاء، يعني لم يفهموا أن الدولار لم يرتفع وإنما الدينار هو الذي والذي انخفض انخفض. نعم نتيجة الطباعة، وما أخطاء كثيرة حصلت، ولكن في نتيجة المحصلة المسألة النهائية. كان هناك عون، كانت هناك دولة على أخطائها وصوابها، كانت هناك دولة تعين الناس بنزر قليل أو بأكثر من النصف أو. ولما حصلت مذكرة الغذاء والدواء انفتح موضوع الغذاء، انتهت مشكلة الغذاء في العراق، وانتهى عملنا الإغاثي الفردي البسيط أنا وغيري في ذلك الوقت. هل كانت هناك جهة ترعى ولا يعني بدون حقيقة موافقات هكذا الدولة لم تعترض على مبادرات فردية ومبادرات شعبية؟ كلها مبادرات شعبية. يعني الأردن الفقير كان يرسل الشاحنات، لماذا؟ من كل بيت طبقة بيض، صحن بيض، علبة حليب، حزم من الخبز، فتأتي سيارة منوعات، يعني لا تأتيك نظامية، فكل إنسان يأخذ ما يحتاجه. بعضهم الموسرين أثناء المعركة كان لا يوجد غاز للخبز، فيقول أعطوني الخبز وخذوا الحليب وخذوا اللحوم، يأخذ خبزا ويمضي. هذا أيضا عامل آخر في أنه يعني إن لم تحصل مشاجرة على سيارة مساعدات، كان الناس يحترمون أنفسهم. وأحياء كثيرة وكبيرة مثل حي المعلمين قالوا لن نخرج من دورنا، نحن معلمون لن نخرج. فبدأنا نتعلم التوزيع في البيوت، يعني خجلا حياء ماذا يعني هو تعففا. كرامة وتعففا يقول أنا لا أنافس الناس. فتعلمنا من معلمينا درسا إضافيا أننا مقصرون، يفترض أن نوزع للدور. لماذا يعني نضطره إلى الخروج والنوع من أن يطلب الغذاء؟ وفعلا بدأ الشباب يعني على دراجات هوائية وعلى دراجات بخارية يوزعون بابا بابا، وكذلك فعلنا في ما سنحكي عنه في المعارك اللاحقة للمدينة إن شاء الله. لكن خلال هذه الفترة مثل ما شاهدنا بالعراق، كثير من أبناء العراق تحركوا، إما انتقلوا إلى مدن أخرى أو البعض منهم ذهب إلى خارج العراق للعمل. يعني بدأ نوع من الهجرة الداخلية، النزوح الداخلي إلى مدن أخرى من أجل العمل والعيشة، والبعض أيضا يعني بدأت تبدو مقدمات ثقافة الهجرة في العراق من أجل التحصيل الاقتصادي، ليست هجرة بمعنى الهجرة التي شهدناها بعد 2003. هل لمستم في الفلوجة هذا أم كانت الفلوجة متماسكة أكثر؟ يعني
لها حساسية في هذا الموضوع، لم يتحركوا، ظلوا في مكانهم. الحقيقة وكأي مدينة حصل فيها نوع من الهجرة، الداخلية يذهب للعمل، ويعني خصوصا في بغداد، أو هناك ناس اشتغلوا الحي الصناعي بالمناسبة لم يغلق، يعني أصحاب المصانع صاروا يرضون بالربح القليل وبالبدائل وكذا، أيضا استمر العمل. لكن المواد الأولية كانت المواد الأولية مقطوعة، يحصلون على بدائل وعلى كذا ونشتغل. يعني أنا كان عندي مصنع أكياس نايلون، النسيج أوقفته، والأكياس النايلون يشتغل، لكن واردات صاحب المعمل والعامل أيضا قليلة، يعني لا تكفي كثيرا. فصار المعلم المدرسة وربما حتى المحامي أو الناس اللي بالوظائف ومراكز يعمل مساء في المصانع لكي يسد جزءا آخر، يعني لم يكونوا يخجلون من العمل في مصانع الحي الصناعي، وبعضهم يذهب للعمل في بغداد ولكن لا يغير سكنه، يعني لا يهاجر، يذهب الولد الابن أو رب الأسرة للعمل ويعود كالعسكر، خميس وجمعة يعود إلى داره. أما للخارج فسافر بعضهم، ولكن يعني سافروا تجارا صغارا وشقوا طريقهم وصاروا تجارا كبارا، وسافر أساتذة الجامعات، أصبح لدينا فائض الحقيقة في العراق، وصاروا رؤساء للأقسام وعمداء للكليات من هذه المدينة خصوصا ومن العراق عموما. يعني لدينا كثير من الأشخاص كانوا يشغلون مناصب في اليمن وفي الأردن، و يعني عميد أو رئيس قسم. لكن يعني لا تتفق معي أن مستوى الأداء في كل الأعمال، وأريد أن يعني أركز على التعليم مثلا، عندما يكون الوارد قليلا، معاشات المرتبات قليلة، يذهب المعلم مثل ما قلت لي ليعمل في المصنع ليلا ويأتي نهارا ليعلم الأطفال، ألم ينخفض هذا مستوى التعليم؟ ألم ينخفض الاهتمام بهذه الأجيال بسبب هذا؟ هذه إحدى تأثيرات الحصار، يعني وربما مو ربما بالتأكيد كانت مقصودة. يعني ألم تلاحظوا هذا الموضوع؟ يعني مستوى التعليم كان قبل ذلك مستوى، والمعلم مكانته في المجتمع كانت غير مكانته عندما يبدأ يعني طرح نفسه بالأسواق ومن أجل المعيشة ومن أجل المعلم كان ملكا، نعم بمعنى الكلمة، يعني يجلس يفخر شيخ العشيرة، يعني والدي في القرمد اليمية يفخر به الله يعني رحمهم الله محمد العباس وعبد الله العباس، يعني يفخرون به، وإذا دعا أولم للناس كانوا هم من نسميهم الوقافة، نعم احتراما لقيمة المعلم، يعني لم يكن لشخص معين، لكن هذا معلم. بدأت الأمور كما تفضلت، أنا يعني سأورد لك قصة. يعني كنت في مدرسة والمعلم أراد أن يكلمني عن شيء، فقال للمعلمة يعني لماذا أنت غائبة يوم؟ فقالت اتصلت بالمعاون وقلت أنا يعني ظروفي الصحية وتغيبت يوما. قال سأقطع منك يوما. قالت يا أستاذ أنت تعطيني صحن من البيض، 30 بيضة في الشهر، خذ منها بيضة لا يهم، المهم أن أرضي ضميري. التفت فإذا هي بنت أحد أقدم تجار المدينة في الأقمشة، يعني أنا بمثابة عم لها، وضحيت قلت أنت بنت فلان؟ قالت نعم يا عمك أنا بنت فلان، وانظر إلى كيف يحاسبونني. قلت خذي الجانب الإيجابي بالحساب، وإذا عادها هذا المعاون المدير الحقيقة فاقلبي الصحن على رأسه واترك الدوام. حقيقة من غضبي صار
الناس متضايقين، فانهار مستوى التعليم. ولكن صمد من صمد من المعلمين الذين كانوا يمسكون بما تبقى. نعم. يعني مدرسة بدون زجاج، يأتيك المدرسون ويجمعون مني ومنك ونعمل لهم الزجاج. مدرسة بدون مروحة في الصف الحر الذي تعرفه في الصحراء، وهكذا. لكن رغم هذا الانهيار وانخفاض ملحوظ في مستوى التعليم، استطاعت العملية التعليمية أن تستمر، وأن يعني الأمية عادت بنسبة ضئيلة جدا، ربما 5% أو كذا بعد أن محيت، والمستوى التعليمي انخفض. ولكن باستمرارية يعني نشكر عليها من أخلص من معلمينا في تلك الفترة ومدرائنا، واستمر الحال إلى أن صار تحسن نسبي في الوضع. وربما هذا التحسن النسبي هو الذي قضى على النظام البعثي في حينه، لأنه استطاع أن يعيد نسبيا الكهرباء والتعليم وما إلى ذلك، والخطة الدولية تقضي بالقضاء على هذا البلد. فضربوا الجميع شعبا وحكومة لكي يحرروا، كما قال إنجليزي، أحرقوا الغابة لكي يقتلوا الثعلب. يعني تريد أن تقول لي يعني حملة الإعمار وحملة إعادة الحياة قد يعني سرعت في ضرب العراق؟ نعم، هي كانت أحد الأسباب. نعم. هذا أكيد وأنا مسؤول عنه. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مكي نزال، كنت ضيفا كريما. نلتقيك في حلقة أخرى لنكمل هذا الحديث الشيق، سيكون حديثا عن العراق تحت الاحتلال بعد 2003، والفلوجة وهي تقاوم وتقاتل وتتعرض لعدوان شديد ولقتال شديد ومعارك شديدة في عام 2004، معركتين شهيرة وللتهجير والنزوح، وكانت قصة طويلة، وكانت لكم قصة طويلة مع الإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة. أعزائي المشاهدين، أنا أشكر بقاءكم معنا، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.